ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ونسأل الله عز وجل لبلادنا أيضا أن يأتي اليوم تكون فيه مصالحة حقيقية، يجلسوا على طاولة واحدة تسمع مني ونسمع منك، مش طرف واحد. علي هارون اللي كانت حقوق الإنسان شفتوه في الخبر ويعترف، قال باللي الانتخابات نتاعهم لا غبار عليها، قال لا غبار عليها. طيب علاش نحيتون؟ قال حبوا يديروا دولة ثيوقراطية. كذب، وهذا كذاب كبير، هذا كذاب كبير، يقول الكلمة وينقضها في بعد الجملة الأخرى. ولكن أنا لا ألوم فقط هؤلاء، ألوم حتى الصحافة. أنتم الآن هذه الصحافة اللي رأي كل يوم الجبهة ما توليش، احنا عندنا ممنوعات. لا يجرؤ صحافي ولا مدير صحيفة أنه يستدعي العبد الضعيف أو يستدعي أي أخ من إخواننا اللي كانوا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ويجري معه ماذا؟ يجري معه حوار، يقول له هذا هو ماذا قال وزير الخارجية فيكم، ماذا قال وزير الداخلية فيكم، ماذا قال فلان فيكم، فما قولكم؟ هكذا ولا لا؟ هذه الصحافة ولا لا؟ هذه حرية التعبير ولا لا؟ لا، طايحين علينا احنا، ولكن نحن لا أحد يغطي كلامنا ولا حديثنا. ضربين علينا حصار إعلامي، حصار سياسي، حصار أمني، حصار إعلامي، حصار تاع شويه. هاد الناس قتالين، احنا ردونا قتالين. احنا هما اللي درنا مصائب الجزائر كلها، الجبهة هي اللي دارت المصائب الجزائر كلها من 62. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم.